أنا أميمة بشارات، زوجة الأسير المحرر المبعد لغزة بلال بشارات. جيت لهون للضفة قبل 4 شهور ونص تقريبا أو 5 شهور في زيارة لأهلي. قبل شهر تقريبا اقتحم جيش الاحتلال بيتنا واعتقلني من بيت أهلي. اعتقلت 29/10 قبل شهر تقريبا. قضية يعني من أول اعتقالي لحد ما أفرج عني وأنا بجنازين التحقيق في سجن الجلمة أو في مركز تحقيق الجلمة. كانت ظروف قاسية صعبة في الجنازين، 30 يوم لا نشوف حدا، في زنزان مساحتها صغيرة، أجواءها قاسية وصعبة جداً، غير طبعا التحقيق مع المحققين وتعاملهم الصعب يعني، والإهانات والذل والمسبات ويعني بكل صنوف يعني التحقيق القاسي يعني كامرأة بزيادة. يعني هي كل فترة يعني من أول يوم لحد آخر يوم أنا كل يوم كان أصعب من الثاني علي. محققين بحكي لك أساليبهم وحشية جداً، يعني أنا بالنسبة لي ما تعرضت لضرب بالتحقيق، لكن كان يجتمعوا عليك المحققين بصياح صراخ مسبات ذل، كل هاي أساليبهم الوحشية يعني، وعشان يعني كوني امرأة فصعب جدا كان علي. وبعدين الجلسة يعني بالزنازين، يعني إنك تمكث بالزنازين مدة 30 يوم أو 31 يوم كانت صعبة جدا علي أنا، يعني بدون ما أقابل حدا، بدون ما أعرف شو بصير حوالي، شو بصير برا. لآخر يوم حتى لما أخذوني على إنه إفراج وطالعة بالصفقة وأنا ما بعرف، يعني نقلوني وأنا ما بعرف وين رايحة أصلا، ولا ما بعرف إنه في صفقات بتصير برا أصلا. طبعا أنا من بداية الحرب ما في أي تواصل مع زوجي، ما بعرف عنه أي إشي، وأصلا يعني ما بعرف إلا إنه من الأخبار مثلا إذا سمعت لا سمح الله خبر سيء عنه، غير هيك ما بعرف عنه أي إشي. الله يجزيهم الخير، غزي على ما بذلوه من جهد كبير في سبيل تحريرنا، الحمد لله رب العالمين. الله يفرجها عليهم مثل ما أفرجها علينا، يفرجها عليهم، ينصرهم، ثبتهم، قويهم، يكون معهم، يجبرهم. إن شاء الله ربنا يرحم شهدائهم، يشفي جرحاهم، قلوبنا معهم. يعني كوني عايشة بغزة كلهم هناك، زوجي، جيراني، أصحابي، فيعني ربنا يكون بعونهم. إن شاء الله ربنا يفرجها عليهم قريب جدا إن شاء الله.